هذه هي الطريق المؤدية إلى معسكر الخنجر بمديرية خب والشعف، كبرى مديريات محافظة الجوف. ساهمت الفرق الهندسية لنزع الألغام برسم هذه الطرق المرة من وسط حقول ألغام عشوائية زرعتها ميليشيا الحوثي وصالح، قبيل مغادرتها المنطقة وتحرير المعسكر الذي استولت عليه الميليشيا العام المنصرم إبان السيطرة على المحافظة. الطريق أصبح سالكاً للدخول للمعسكر بعد رفع علم الجمهورية على بوابته الشرقية، ومنه تمكنت قوات الجيش والمقاومة من ملاحقة عناصر الميليشيا الحوثية المختبئة في الجبال. قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين عبد الله الوائلي زار المعسكر لتفقده بعد التحرير. يعني هذه المنطقة الواسعة. وفقاً لما قاله، فإن جبل البرج الذي تم تحريره يعد من أهم الأماكن المتحكمة بالكثير من الطرق التي تربط بين أجزاء المحافظة، ومن شأنه تغيير سير المعارك الدائرة هناك وتمهيد الطريق أكثر للوصول نحو محافظة صعدة. ونظرا لتلك الأهمية بذلت قوات الجيش الوطني الكثير من الجهد، واضطر أفرادها لسير مسافات طويلة قبل التمكن من تأمين مرور العربات واستقبال التعزيزات الجديدة الواصلة إليهم. الكثير مما تبقى هنا يشير إلى شراسة المعارك التي دارت فيها، فالمقاومة والجيش الوطني يريدان السيطرة على الخط الدولي الذي يصل الجوفة بالسعودية ويربط بين محافظة صعدة وعمران، ومن ثم التقدم من الجوف إلى صعدة معقل ميليشيا الحوثي والمخلوع لكتابة نهاية الميليشيا من حيث انطلقت.